قبل أيام أيها الإخوة آلمني متابعتي لمقطع في اليوتيوب يقول فيه الشيخ، أسأل الله له الهداية ولنفسي من قبل، يقول فيه: أنا لا أدري بالنسبة لإخواني الإباضية في عمان هل ظلوا مستمسكين ببعض عقائدهم أو بعقائدهم الكفرية؟ قلت: الكفرية أرى مباشرة في التلفزيون، برنامج متلفز هذا، وبعدين إيه؟ حمل على اليوتيوب. قلت: يعني أنا أعرف الإباضية، في بيتي مكتبة إباضية أيضاً. قال: إباضي، طلع إباضي. فكرنا زيدي، بعدين طلع جعفري، بعدين طلع إباضي، فكرنا ملحد زنديق، مش عارفين إيش هو. لا لا، هذا الثقافة والفكر، يجب أن تقرأ وتعرف كل شيء، لا تتكلم فيما لا تحسن. عندي تقريباً مكتبة إباضية في الأصول وفي الفقه وفي الحديث، مجاميع إباضية. أنا لا أعرف هذا من الإباضية، أنا لديهم عقائد كفرية تخرجهم من الملة. فأصغت بسمعي لهذا الشيخ، عفى الله عني وعنه، لكي يتعلم منه يعني وين الكفر عند الإخوان الإباضية في عمان. والشهادة لله، هؤلاء الناس وادعون محترمون طيبون، لا يثيرون عجاجة يا إخواني في أي مكان. وطبعا ليس من داع لأن نتملقهم، هم في سلطة عمان وعدد قليل، 2.5 مليون، وما بيدخلوش في المسائل الإقليمية ولا عاملين أي مشاكل، في حالهم علماء أفاضل حقيقة، عندهم علم وتحقيق وفضل، لا يحبون النزاعات الطائفية والمذهبية في بلادهم، يمنعونها بقرار حكومي ممنوع. وأنا أحيي أيها الإخوة وأقدر هذه الحكمة المشكورة. مفروض كل الحكومات العربية الإسلامية نعم تمنع بقرارات رسمية التورط والانخراط والتتابع والتتايع أيها الإخوة في المجادلات والمشاكسات الطائفية والمذهبية، ممنوع هذا، ممنوع. يترك هذا للعلماء في المؤتمرات أيها الإخوة أو في غيرها على سبيل التحقيق والنظر المتين بين علماء أكفاء ونظراء، مش لكل من هب ودب وتتمزق الأمة طائفيا. الآن شبه إجماع في الشرق والغرب على أن الشرق الأوسط أيها الإخوة يشهد حربا طائفية سيشتد أوارها ويعظم شررها ونارها والعياذ بالله. هذا معروف، لا نستطيع إنكاره، هذا واقع، هذا واقع. على كل حال، فقال عقائدهم الكفرية مثل القول بخلق القرآن، ولكن مبلغ علمي أن خلق القرآن ليس من مختصات الإباضية، يشركهم في القول به الزيدية والجعفرية والمعتزلة من عند آخرهم، أليس كذلك؟ كل هؤلاء يقولون بخلق القرآن الكريم، ولا يقول إيه بلا خلقه، بعدم خلقه، إلا أهل السنة والجماعة. يعني كل هؤلاء عدا أهل السنة كفار؟ كارثة داهية ما لها من واهية. وكما قلت لكم، هذه المسألة من سخاف المسائل، وهي مسألة من مسائل الاجتهاد والنظر يا أخواني. بالله عليكم حكموا ضميركم، وأنا أسألكم مرة أخرى واسمحوا لي، بالله عليكم، هل تظنون أن مئات الملايين المسلمين، لأن هؤلاء الإخوة يعدون بمئات الملايين، تجمع الزيدي مع الجعفري مع الإباضي مع معتزلة الأمس، لا اليوم حأحذف معتزلة الأمس، فقط هؤلاء، هؤلاء مئات ملايينها مش عشرات، مئات ملايين المسلمين. الشيعة الجعفرية وحدهم في المتوسط يقال 200 مليون، وعدا محمد حسين الهيكل أتى بالإحصائية، هنا كم، هنا 200 مليون. أنت تكفل لي 400-500 مليون مسلم هكذا بضربة واحدة، أو حتى 200-250-300 يا سيدي، مش معقول يا أخي، شيء مخيف جدا. هل تعتقد أن هذه المئات من ملايين المسلمين الذين آمنوا بأركان الإيمان وأسلموا لأركان الإسلام وأذعنوا لها ويصلون إلى قبلتنا خمسنا، خمس فروضنا، يصومون شهرنا، يؤدون أي الزكاة، يحجون بيتنا، واستكملوا أيضا أي أركان الإيمان الستة، يقولون بها ما فيش قضاء وقدر، لكن في اختلاف نظري بعد ذلك في مسائل في قضاء والقدر. حتى الصحابة جرى بينهم إيه لغضوا كلام في هذه المسائل، وبين التابعين أيضا. على كل حال، هل تظن أن هذا المسلم يذهب إلى الكفر برجليه طوعا ويحبط عمله ويمرق من دينه ويلقي رقبته من عنقه؟ يفعل هذا؟ ليه؟ خير له أن يستعلم بالكفر والإلحاد من أول الطريق، يقول لك ما عدنا مقتنعين بهذا الدين كله. لا الجعفرية، لا الزيدية، لا الإباضية يفعلون هذه أخواني، كلهم يعتز بإسلامه ودينه، يعتز بأركان الإيمان وبأركان الإسلام. في خلافات كثيرة بعد ذلك، لكن مش في الأسس، هذا موضوع يحتاج إلى خطبة بحيالها، خطبة بحيالها. لكن هم لا يفكرون على هذا النحو، يفكرون أنكم تخالفوننا في مسألة تدور ضمن مسائل الاعتقاد. يا أخي، مسائل الاعتقاد فيها أسس وفيها عرضيات وفروع، انتبه. كما قلت لكم، هذا يحتاج إلى تفصيل بحياله. قالوا مسألة رؤية الله في الآخرة
ينكرون أن الله يرى في الآخرة. صحيح صحيح. العلامة الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله تعالى وباركه عنده كتاب اسمه الحق الدامغ، قرأته قبل سنين طويلة، مفتي الإباضية في عمان بارك الله فيه. نعم يثبت أنهم لا يؤمنون إيه برؤية الله في الآخرة، ويأتي بالأدلة ويرد على أدلة أهل السنة بطريقة العلماء المتينين متيني العلم. وافقناه خلفنا، هذا شيء ثاني شيء ثاني، لكن لا نكفره، نختلف معه ولا نكفره. قال لك لا ينكرون الرؤية، فهذه من العقائد الكفرية. للمرة الثانية مبلغ علمي أن إنكار الرؤية ليس من مختصات الإباضية، يشركهم في القول بإنكارها كل طوائف المسلمين عدا أهل السنة والجماعة، إحنا فقط نقول بالرؤية. الجعفرية ينكرونها، الزيدية ينكرونها، الإباضية ينكرونها، المعتزلة ينكرونها، فقط نحن. هل نكفر كل الأمة عدا أهل السنة؟ إذا ما تقوليش الأمة، قول الأمة هي أهل السنة والجماعة وخلاص، كل من عدانا كافر. وأنا أقول لك هذه ستكون مش مصيبة الدهر، مصيبة الإسلام بتاريخه كله إلى أن يرث الله الأرض من عليها. والله العظيم مش معقول يا أخواني، يعني علماء ودكاترة وأساتذة في الجامعات ها يفوهون بهذا الكلام على منابر الفضائيات لمصلحة من؟ ماذا نستفيد من هذا؟ شغل ورطة.